كل مكان راح عليه شافوه. يلي ما عم بفهمه انت كيف بتعرض المجلس لخطر يا مارغريت؟ فيني أكد لحضرتك ما في حدا بيعرف انه المجلس مجتمع هون. كيف متأكدة من هالشي كل هالقد؟ يعني لو كانوا مراقبيني تأكد انهم من زمان كانوا لاقوني. انتبهي يا مارغريت، انت عم تمشي على خيط ناعم كتير، اي لحظة ممكن توقعي لتحت. الكبير ناطرني. دقيقة بس، خليني خبره بالأول. الأستاذ قال مانو فاضي هلأ، لازم ترجع بعد شوي. خلص أخذت قراري، رح خبر الكل إنه الاجتماع التغى بسبب ضعف الأمن. أستاذ أنا ما بعتقد إنه هالشي ضروري، ما عم شوف أي سبب نوتر فيه المجلس ونوتر فيه السيد الكبير. لو تأخرنا شوية مارغريت بفضل جهاز الإرسال اللي مع جاك، المجلس وسيدنا الكبير لأول مرة بتاريخنا اللي بيمتد 3000 سنة كنا حنواجه خطر الانكشاف. اجتماع المجلس التغى نهائيا، وبالطبع أنا وإنتي أكيد رح ندفع ثمن هذا الشيء. أنت شو مفكر عم تعمل؟ عابد؟ أستاذ بعد شوي رح ينفذوا عملية هون. وإنت من وين بتعرف هذا الشيء؟ لازم نطالعكم من هون بأسرع وقت. أنا سألتك سؤال. السيارة اللي اجيتي فيها لهون فيها جهاز مراقبة GPS، إذا تأخرنا شوي تانية. عفوا سيدي، في حوالينا تحركات مريبة. وصلتنا معلومات انه في مجموعة امنية عم تقترب من هون. بتأمنوا اخلاء البارونات من هون فورا سيدي؟ وعاكف ما معنى وقت نضيعه من شانه؟ اقتلوه. حاضر سيدي. شباب نحن لازم نخلي المكان بأقصى سرعة. بويراز ومتى وينهم؟
هنن المكلفين انه يطالعوا البارونات من هون. يلا رهف بترجاكي، لا عاد تزعليني أكتر من هيك. يلا ماما، يلا صار لازم نروح. يلا لازم نطلع بسرعة. اي اكيد حبيبتي. والبارونات بويرس ومتى عم بيطالعون من الجهة الثانية هلا. دانيال وينه؟ راح مشان ينهي شغلة عاكف. لازم ندخل بأسرع وقت وإلا ما رح يتركوا لعاكف عايش. ماشي.
عابد؟ حيدر! أينورة لا تعصي عليه! جيب السيارة فوراً. حيدر،